أكبر الناجحين بالنيتورك ماركتينج مو السبب لأنه ما كان عندهم آلام، بل لأنهم هن ناس كان عندهم أكبر الآلام. هي الآلام هي اللي خلقت لهم نجاحهم الكبير. فالموضوع يعتمد على أنت شو بتآمن. في شغلة دائما بحكيها، وكل ما أطلع على ستيج بأي مؤتمر بحكيها، والآن رح أرجع أحكيها، لأنه بالنسبة إلي هاي القناعة وهذا الفهم والنظرة للحياة بهالطريقة هي السبب رقم واحد والأساسي يلي حيحدد أنت حتكون إنسان ناجح أو لا، حيحدد أنت حتحقق حلمك أو لا. وسبق وحكيته كثير، إذا أجيت وسألتك الآن، أو إذا أجيت أنت وسألتني، يا جواد أنت شخص رح يصير لك ما يقارب 9 سنوات بهذا البزنس، قولوا ما شاء الله، وحققت كل هذا اللي حققته، إنجاز مادي، إنجاز معنوي، رتبة، محبة إلى آخره، شو أكبر وأعظم نعمة امتلكتها بالنيتورك، امتلكتها بهالثمان أو 9 سنوات؟ طبعاً نعم كتير كبيرة، يعني الآن إذا بدي أعدد لك إياها ما بخلص. بكل جوانب حياتي، إذا لخصنا جوانب حياة الإنسان، الإنسان له 5 جوانب بهالحياة، كل إنسان بهالدنيا عنده 5 جوانب. إذا هالجوانب كملن هون بيعيش مطلق السعادة. الجانب الروحي، الجانب الصحي، الجانب العقلي، الجانب المهني، الجانب الاجتماعي، عيدون، الجانب الروحي اللي هو ارتباطه بالخالق، على دينك، على مذهبك، على طريقتك، قديش انت مغذي حالك روحيا، هذا جانب. الجانب الصحي، قديش عندك صحة جيدة، شو الفائدة إذا أنت عندك أموال الدنيا بس صحة تعبانة؟ فجزء من أنك تعيش السعادة وتعيش الحياة بنجاح كبير أنه يكون عندك جانب صحي جيد. الجانب الثالث، الجانب العقلي، ما يكون عقلك فاضي، ما يكون تفكيرك فاضي، هذا العقل عم تغذيه، تغذيه بالتعلم، تغذيه بهيك مؤتمرات، تغذيه بقراءة الكتب، تغذيه بتعلم لغات تانية، هي كلها جوانب مطلوبة. 4، الجانب الاجتماعي، الأسرة، الأب، الأم، الزوجة، الأطفال، كم أنت ناجح بحياتك الاجتماعية. 5، الجانب المهني والمادي. الشيء اللي خلاني أعشق النيتورك وأعشق كيونت وبالذات النايتس وممتن لوجودي بهيك فريق ومع هيك أبلاينات، إنه النيتورك وكيونت بهال8 سنوات وشوي بالعمل، باحتكاكي مع هالناس الرائعين وبالذات في بارتنر دكتور معتز أبونا الكبير الله يمد بعمره، وأي في بي مهند، النيتورك ما بس ساعدني إني أتطور مادياً ومهنياً، النيتورك قوم كل جوانب حياتي وشجعني على أني حسن حالي بكل هالجوانب الثانية. لذلك إذا بتحتك مع هيك ناس بيضلوا بيشجعوك مثلاً أنه أنت لازم تقرأ، لازم تتعلم لغات، جانب العقلي، كمان بيعلموك شلون تبني زواج سليم، شلون تكون علاقتك مع زوجتك، أهلك. في سي مهدي AVP nominated، مرشح AVP في سي مهدي، بتعرفوه، من أكثر نقاط امتنانه لفي بارتنر دكتور معتز أبلاينو، طبعاً هو ممتن له بكثير شغلات لأنه حياته تغيرت بالكامل. هو مو بس قبل الدكتور معتز كان فقير وبعد الدكتور معتز صار غني،
هو قبل الدكتور معتز كان فقير، كان عاق لوالديه، مو متدين، لا يؤمن بوجود الله حتى. له لبسه، منظره، كل سلوكياته إنسان ما له علاقة بالستايل اللي أنت بتعرفه لإنسان منيح. بس هو صار إنسان مختلف كلياً بكل شيء، روحياً تقرب إلى الله أكثر، التزم بصلاته أكثر، فكرياً، اجتماعياً. أنا هي النقطة اللي بدي استشهد فيها اجتماعياً. فبأول تعامل في بارتنر دكتور معتز مع في سي مهدي، في سي مهدي هذا الشخص اللي على اليمين، وجه له تحية كثير كبيرة، له فضل كثير كبير علينا كلياتنا. هو صح ماله من ضمن النايتس، هو ضمن اليونايتد تيم. النايتس هو جزء من اليونايتد تيم. اليونايتد تيم هي في بارتنر دكتور معتز، النايتس اي في بي مهند. ففي سي مهدي هو تحت الدكتور معتز ولكن ضمن النايتس، لكن له فضل كثير كبير علينا وعلى النايتس، وممتنين له، دعمنا بكل خطواتنا، كان معنا بكثير من المؤتمرات بتركيا، سافر معنا بطلب مني وبترحيب كبير على مؤتمراتنا بلبنان. فزلمة وإنسان له فضل كثير كبير علي شخصيا، وله مساهمة كثير كبيرة بالنايتس. فهذا الشخص بأول فترة تعامله مع في بارتنر دكتور معتز، فعرف أنه هو على صدام مع والده، قطيعة كانت نظرته أنه أبي هو سبب شقائي بهالحياة، هو سبب بؤسي، قصر معي، ظلمني. وطبعاً أكيد في كتير مواقف خلته ينظر هاي النظرة. فبأول تعامل في بارتنر دكتور معتز معه بده يغير هذا الشيء، بس ما فيك تعمل تغيير جذري. أنت شخص عندك يا بهالإغلاق العقلي بهيك موضوع، ما فيك تيجي تقول له فوراً لا ما بيصير، لازم تحسن علاقتك مع أبوك، وا 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 وا. هون بقى الحكمة، هاي الحكمة أنت ما بتمتلكها من هلأ، ما في مشكلة. هي الحكمة بتجيك بالاستمرارية، هي الحكمة بتجيك باستمراريتك وتعلمك واستمرارية حضورك واحتكاكك معنا. هي قصدي وقت ما عم قلك النيتورك مو بس بيخليك ثري ماليا. طيب، فعرف هذا الشيء، قال له أنا بدي أطلب منك طلب. أنت قدي صار لك محاكي مع أبوك؟ قال له يمكن 5 سنين 6 سنين يلي هو. قال له طيب بدي إياك تعمل له اتصال. انصدم صدمة كتير شديدة، اتصل بأبي؟ ما في حكي بيناتنا، ما في شيء قل له ياه، على قطيعة، شو بدي أحكي معه؟ قل له أوكي مرحبا سلام، قال لي إيه وبعدين؟ بس قل له باي. طبعا هو في سي مهدي نفسه بيجي يوم بيحكي لكم القصة بالتفصيل الشديد، بس عمل هذا الموضوع، يعني لو شخص غير دكتور معتز طالبه ما بيعمله، بتلبك شديد. رفع التليفون، هاي هاي، ما لقى شيء يحكي، قال له باي باي، سكر. حكى الدكتور، قال له عملت هيك وانا كثير تلبكت لعملتها، بس ما بعرف حاسس في شيء كثير انهار مني. قال له اوكي بدي اياك كل اسبوع تعيد هذا الموضوع. فضل هو مره مرتين ثلاثه، هاي هاي باي باي. قال له بس هلا بدي اياك بعد ما تقول له هاي قل له كيفك. اتصل بابوه، هاي هاي هاو ار يو، كيفك؟ منيح باي. الجليد بلش يذوب اكثر باتصال بعده، هاي هاي كيفك؟ الحمد لله ابني، سمع من ابوه كلمه ابني، في شيء كثير تغير. اتصال بعده، هاي هاي كيفك؟ مشتاق لك ابني، هاي كيفك؟ مشتاق لك، بحبك، بدي اشوفك، رجعوا الان،
علاقة رائعة جدا بين الفي سي مهدي ووالده. هي مدرسة النيتورك، هي مدرسة في بارتنر دكتور معتز، هي مدرسة اي في بي مهند الدندشي. فالفكرة اللي بدي أوصلها من هذا المثال إنه أنت بهذا العمل ما بس بتتطور مادياً، أنت بهذا العمل إذا استمريت، إذا ما يئست، إذا قدمت 100% بشكل يومي، إذا آمنت ووثقت، حتضل هالجوانب من حياتك تختلف. فهذا الشيء اللي بيخليني أعشق كيونيت وأعشق هذا العمل، وقد ما صرت ملياردير أنا يستحيل بيوم من الأيام أتقاعد، يستحيل أوقف.